الأبناء في الميدان التربوي، طلاب الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، السادة متابعي الفضائية التربوية، يسرنا أن نلتقي معكم في ساعة حوارية نقلب من خلالها صفحات الوحدة الأولى من كتاب اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وحدة أدب القضايا الوطنية والقومية. ويسرني أن يشاركني في هذا اللقاء زميلتين، الآنسة ريم دلول الموجهة الاختصاصية في تربية طرطوس ومنسقة مادة اللغة العربية في تربية طرطوس، والآنسة فادية الشيخ المدرسة أيضا في مدارس تربية طرطوس. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكما. أسعد الله أوقاتكم وأوقات السادة المتابعين. ها قد عاد العام الدراسي ليبدأ دورته الجديدة، ونلتقي معا مع الأبناء الطلاب في محاولات للإضاءة على ما يتم تناوله في هذه الوحدة وفي الوحدات اللاحقة ككل. الأبناء الطلاب يتناولون طبعا هذه المادة من خلال حصص درسية متتابعة في مدارسهم. هذه الندوات تأتي للإضاءة على ما يمكن أن يفيد الأبناء الطلاب، أو يمكن ما يقدم إجابة لبعض التساؤلات الموجودة سواء في أذهانهم وقد تلبي هذه الإجابات تطلعاتهم، أو ربما الأسئلة التي ستردنا على الأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا ومن خلال المتابعة المباشرة على صفحة التربوية السورية على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكما. أهلا بكم. نبدأ. أهلا سليم. مساء الخير لأبنائنا الطلبة في سوريا، نتمنى أن تكون هذه الندوة فيها خير للطلاب ولنا جميعا. طبعا الوحدة الأولى في كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي بعنوان أدب القضايا الوطنية والقومية. نعرف بداية بهذه الوحدة بأنها تعنى بأبرز القضايا الوطنية والقومية التي شهدتها الأمة العربية عبر تاريخها، ويعد هذا الغرض غرضا شعريا جديدا ظهر في القرن التاسع عشر في الشام ومصر وأيضا العراق، وطبعا لا يعد غرضا جديدا بالمطلق، وإنما يمكن أن يعد امتداد لغرض أو للشعر الحماسي الذي عرفه العرب في العصور الغابرة. نحن يمكن أن نقسم هذه الوحدة إلى نشير إلى محتويات هذه الوحدة، هي نشأة الأدب الوطني والقومي، أبرز الأدباء الذين تناولوا هذه القضايا، العوامل التي أسهمت في نشوء هذا الغرض والأغراض الشعرية التي تحدث عنها الشعراء، إضافة إلى الأغراض التي كتبوا فيها. من حيث النشأة يمكن أن نشير إلى المكان، قلنا أنه في الشام ومصر والعراق والزمان في القرن التاسع عشر. ثم أبرز الأدباء الذين ظهروا في هذا القرن وتناولوا الأغراض القومية والوطنية، الرصافي، الزهاوي، خليل مطران، الفراتي، والكواكبي. نشير إلى أن الأدباء يعني كافة أجناس الأدب تناولت القضايا الوطنية والقومية ولم يقتصر على الشعر فقط. نعرض بعض صور هؤلاء الأدباء الذين عاشوا في تلك الفترة الزمنية وعاصروا نشوء القضايا القومية والوطنية. وأهم العوامل التي أدت إلى نشوء هذا الأدب هي تبلور فكرة القومية العربية، الثورة على الاحتلال العثماني والتمرد على الاحتلال الأجنبي. طبعا نشير أو نذكر كما ورد في الكتاب، يعد يعني اليازجي هو من أول من كتب في هذا الغرض. نعرض بعض الصور التي تظهر طبيعة المكان الذي كان مسرحا لهذا الغرض، هي قلنا بلاد الشام والعراق ومصر. أما الأغراض فالأدب القومي كانت أبرز أغراضه محاربة الاستبداد، التحريض على المستبد، والثورة على المحتل، والتحرر من الاستقلال. طبعا الأدب الوطني لم تختلف أغراضه كثيرا، وإنما يمكن أن تلتقي، هي كانت الدفاع عن الوطن ومن أجل استرجاع الحقوق وتحرير الأوطان
وأيضا تحقيق الاستقلال، كونه كان هناك فترة الانتداب الفرنسي والبريطاني على الوطن العربي، وصولا إلى الأدب الفلسطيني والذي نشأ تحت عوامل عديدة، منها اغتصاب فلسطين، تشريد الشعب الفلسطيني، المذابح الجماعية التي ارتكبتها الصهيونية بحق أبناء فلسطين. وطبعا يقسم الأدب الفلسطيني بحسب النقاد إلى عدة مراحل: أدب ما قبل النكبة زمن الانتداب البريطاني، أدب ما بعد النكبة مع إعلان الصهاينة قيام كيانهم الغاصب في فلسطين، أدب المقاومة ومرحلة النهوض الثوري. وفي هذه المراحل طبعا كانت أبرز الأغراض هي الحنين إلى فلسطين، لكن الغرض الأساسي لقضية فلسطين هو التمسك بالأرض والتشبث بها والنضال في سبيل إثبات الوجود. نصل إلى انتصار تشرين، وقبل أن يتحقق هذا النصر العظيم لسوريا وأبناء سوريا، كان هناك عدة عوامل أدت إلى أن يكون هذا النصر نصر تاريخي، وهي نكسة حزيران التي كان من أسبابها، من أسباب افتعالها، هي استقلال بعض الدول العربية وتعاظم قدراتها السياسية والعسكرية على مسرح العالم، ثم افتعال الأحداث على الأرض العربية من قبل دول الاستعمار، وتعزيز القدرات العسكرية للكيان الصهيوني من قبل هذه الدول الاستعمارية. فجاء انتصار تشرين ليكون الرد الحقيقي على نكسة حزيران، وحطم السدود والقيود التي رافقت النكسة، وأعاد الإنسان العربي كرامته، وكان هو الأمل بميلاد الإنسان العربي المجيد، وصفحة مشرقة في تاريخ المسيرة العربية نحو التقدم والرقي. وأيضا بعض الصور التي توضح مرحلة انتصار تشرين وما رافقها من أعراس ومن أفراح وبعض المقتطفات. هذه كانت تقديم لوحدة القضايا الوطنية والقومية. تمام. إذا نحن يعني في هذا التمهيد، طبعا هناك تداخل وتكامل بين يعني عناصر المناهج بشكل عام. نعم. فنحن هنا يعني نصلي الضوء على فترة تاريخية نظهر من خلالها دور الأدب. نعم. يعني قد يتساءل أبناء الطلاب، يعني ما الربط بين الحالة الأدبية، القضايا الأدبية التي سأتناولها في هذه الوحدة، ومع مجريات التاريخ التي جرت في هذه المنطقة في ذلك العام من تلك الفترة أو هذه الفترة أو تلك. فهنا إذن هو إظهار دور الأدب، لذلك ينتبه أبناء الطلاب من بداية التمهيد للموضوع الذي سيتناول هذه الوحدة، هو أن نظهر دور الأدب في هذه الحقبة التاريخية. وأني سليم حضرتك من يشارك دائما معنا في يعني على الأغلب في مناقشات السلالم، تذكرين في إحدى الدورات كان هناك يعني ضرورة إظهار دور الأديب في المحور. يجب أن يظهر دور الأديب في المحور كي تكون هذه مقدمة مناسبة وأدبية، كي لا تأخذ صبغة يعني تاريخية أو صبغة إنشائية بعيدا عن غرض الوحدة الأساسي أو الموضوع له. هنا إذا نحن في هذه الساعة سنحاول أن يعني نتناول ما يتيسر لنا، ربما نصف الوحدة وهناك لقاء آخر سيتابع أيضا فيه الزملاء في يوم آخر. تأكيد. ننتقل الآن إلى القراءة التمهيدية لهذه الوحدة. آنسة فابيا، أسعد الله مساءكم بكل خير. نأمل من خلال هذه الندوة أن نلقي بعض الأضواء على معظم القضايا الوطنية والقومية التي تناولها الأدباء. نستطيع أن نقول بأن درس القراءة التمهيدية يشير إلى سمات للأدب القومي وسمات الأدب الوطني التي عقبت عليها الزميلة ريم. نوهت زميلتنا إلى أن الشعر القومي لم يكن مألوفا لدى عدد من الشعراء حتى القرن التاسع عشر، وانحصر في بعض الدول العربية منها مصر والشام والعراق، فبرز لدينا أدب قومي. هذا الأدب القومي الذي تجلت فيه الفكرة القومية المشبعة بروح الثورة على الاحتلال العثماني والتمرد على الحكم الأجنبي، إضافة إلى أنه يستمد عناصره من ماضي الأمة العربية وواقعها الأليم. برز لدينا مجموعة من الأدباء أطلقوا صيحاتهم الثائرة في معظم البلدان العربية تندد بالاحتلال العثماني وتفضح ممارساته، وتعمل جاهدة على تنبيه الشعب لهذا الخطر المحدق به.
أيضا لدينا من خلال درس القراءة التمهيدية الأدب الوطني، الأدب الوطني الذي برز بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عندما تبدلت ملامح الدول العربية والواقع العربي، وأصبح هنالك غرض وطني مرتبط بمرحلة الاستعمار وتعرض معظم الأقطار العربية للاحتلال الأجنبي. هنا برز شعر وطني أو أدب وطني غرضه الدفاع عن الوطن وحماية حقوقه المغتصبة. نستطيع أن نقول بأن قصائد هذه المرحلة كانت تتسم بمجموعة من السمات، منها التحذير إلى المستعمر الغربي وما يشنه من خلافات دينية قد تؤثر سلبا على واقع الشعب فتفرقه، إضافة إلى أن الأدب الوطني يدعو إلى تصافي أبناء الوطن العربي وتسامحهم ونبذ الأحقاد جانبا من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي كادت تفتك بهم. فضلا عن أن شعراء الأدب الوطني يدعون إلى محاربة المستعمر بالسلاح الذي حاربنا به وهو العلم، وأشادوا بالتضحيات التي قدمها الشعب لنيل الاستقلال والخلاص. لدينا أيضا فقرة تتحدث عن نشأة الأدب الفلسطيني وسمات الأدب الفلسطيني في مرحلة صاخبة بالثورات، هي مرحلة النهوض الثوري أو مرحلة الشعر الفلسطيني في مرحلة المقاومة، إذ بدأ الشعراء يدعون إلى التشبث بالأرض والتمسك بها، أثاروا نخوة الشعب وحميته، أثاروا حمية الشعب ونخوته. الأمر الذي أدى إلى أن يتسلحوا بمبدأ لا حياد عنه وهو مبدأ النضال. أخيرا لدينا في درس القراءة التمهيدية لمحة أيضا عن انتصار تشرين الذي جاء بعد نكسة كبيرة، هي نكسة حزيران التي آلمت جبين الأمة العربية قاطبة. فجاء انتصار تشرين بعد مرحلة من اليأس من القنوط ألمت بالشعب بمجمله، ليكون فجرا جديدا يمثل الانتصار الحقيقي الذي أعاد الإنسان العربي كرامته وكيانه. تمام، في الحقيقة نحن كنا نعيش غمرة احتفالات شعبنا بهذه الذكرى العظيمة. نعم. ذكرى انتصار تشرين التي مرت منذ أيام قليلة، وكما أكدتما أن هذا الانتصار جاء ردا على هزائم متتالية، يعني منذ نكبة 48 إلى نكسة حزيران في 67، فكان انتصارا مشرفا، كانت حرب الردع العربي التي استطاع العرب فيها والسوريون تحديدا بدحر العدوان الصهيوني والرد على مزاعمه التي كانت تقول إنه الجيش الذي لا يقهر، فكانت حربا خالدة خلدت انتصارات السوريين وتضحياتهم وكسرت شوكة وهيبة المحتل الصهيوني الغاصب. وفي نصنا في الكتاب للشاعر سليمان عيسى يبشر بأن المعركة مستمرة، تشرين ما زال في الميدان يا وطني بين المحيطين فسح غيمة الشلل، ثم يؤكد أن الأمل معقود على الجيل القادم الذي سيصنع تشرين المستقبل، وأن الشعب الذي صنع تشرين الماضي والحاضر قادر على صنع تشرين المستقبل. فيقول أطفال تشرين يا وعدا أخبئه للمعجزات لعرس العرس للقبل. نقف إذن آني سريم مع قصيدة الشاعر الزهاوي. نعم. الشاعر الجريء الذي كانت أيضا صرخاته عالية مدوية كالشاعر الذي ذكرته اليازجي الذي له قصيدة المشهورة تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طم الخطب حتى غاصت الركب. نعم. ماذا يمكن أن نضيء على هذا النص؟ أولا نضيء على الزهاوي كشاعر، هو شاعر ومعلم وفيلسوف وإنسان في الأوساط الشعبية والاجتماعية والأدبية والسياسية في عصور النهضة في بلاد الشام ومصر وسائر الدول العربية. لم يكن الزهاوي شاعر العربية فحسب ولا شاعر العراق، بل كان شاعر مصر وسائر الأقطار العربية الأخرى، كان شاعر العقل، كان معري هذا العصر، لكنه المعري
عبريل الذي اتصل بأوروبا وتسلح بالعلم. في هذه القصيدة يقف الزهاوي موقف المندد بسياسة الدولة العثمانية الغاشمة والمحرض على الثورة والوقوف في وجهها واستعادة السيادة العربية على كامل الأرض العربية. طبعا هذه القصيدة هي فرعت إلى ثلاث فكر رئيسة. الفكرة الأولى هي التنبيه من الغفلة والدعوة إلى الاستيقاظ من هذا التغافل والتكاسل، ثم يقدم لنا صفات الدولة العثمانية المستبدة ويصل إلى إظهار حقيقة هذه الدولة من خلال الممارسات والجرائم غير الإنسانية التي ارتكبتها بحق الإنسان العربي. في التنبيه، إذا عدنا إلى الفكرة الأولى، في التنبيه من الغفلة والدعوة إلى مساندة هذه الأمة، هو يشير إلى عدم استفادة العرب من التجارب الماضية ويدعوهم إلى مساعدة البلاد التي نشأوا فيها، وإلى أيضا دعم أركان الحق وهو حق أبناء الأمة في أمتهم الذي يخشى أن تتزلزل أو يقول بأن أركانه قد بدأت حقيقة تكاد أن تنهار. وفي صفات الدولة العثمانية يشير إلى أنها تنتهج الخداع والكذب وأنها دولة همجية تعمل لخدمة مصالحها، كما أنها تعتمد على سياسات غير صحيحة، فهي تعلي من شأن الجاهل وتذل العاقل. وفي الممارسات والجرائم يمكن هنا أن نشير إلى هناك فرق بين الممارسة والجريمة. الجريمة هي ما ينص القانون على أنها جريمة وهي القتل. طبعا الزهاوي يعرض لكثير من الممارسات، فهي الظلم ووصول الظلم إلى سوريا والذي أدى إلى تهجير أبناء سوريا خارج أوطانهم. أيضا يشير إلى نشر الجهل ومحاربة العلم وكيف حولت بغداد التي كانت مشهورة بأنها مدينة العلم والعلماء إلى مدينة يسودها الجهل الذي لا خلاص منه. أيضا يشير إلى محاربتها لحرية الرأي والتعبير واعتمادها على نفي الأحرار وسجن الشرفاء، ويصل إلى أنه إلى أن الإنسان الذي يسكت عن هذه الممارسات سيصاب بالحزن والألم، وأن الإنسان الجريء الذي يسارع لفضح هذه الممارسات يسارع إلى قتله أو إلى الخلاص منه. هذه أبرز الفكر التي تناولتها هذه القصيدة. طبعا وزعها الشاعر على أبيات عديدة، وهذه المعاني يمكن أن يقف الطالب عليها بوضوح وبدقة من خلال الأسئلة التي وردت في الكتاب ضمن الاستيعاب والفهم والتحليل. تمام. بعد هذه الإضاءة الفكرية على هذا النص، نذكر أبناء الطلاب يعني عدم الالتزام بالحرفية، يعني قد يسمع مثلا تسمية الفكرة فرعية كانت أو رئيسة بطريقة أخرى، عليه أن يهتم بالمعنى. وهنا أيضا ننظر إلى التداخل، يعني ربما مثلا ما سمي فكرة لبيت ما قد يسطح لذات البيت لفكرة أخرى، والعكس صحيح أيضا. فنعول دائما إذا على مسألة الفهم، لا نأخذ فكرة كما هي، لأنك تعلمين أن هناك تراتبية في قبول الإجابة، يعني يقبل يعني هذا الشاهد ويقبل هذا الشاهد ويقبل هذا الشاهد إن أحسن الطالب التوظيف. الفكرة واحدة تماماً، لكنها ترد في أبيات عديدة. لكن إذا سمحت لي، كون هذا النص ينتمي إلى الأدب القومي، نذكر بالنص الإثرائي. قبل ذلك ستسمحين لي أن أخذ اتصالا معنا فضيلة من طرطوس. ألو، هل ما زالت فضيلة معنا؟ نتابع ريثما يعود اتصال. هناك نص إسرائي لوحدة الأدب القضايا الوطنية والقومية بعنوان في غد تزحف الجموع لسلام عبيد الشاعر السوري صاحب الفكر الوطني القومي. وهذه القصيدة تشير إلى أو هي حقيقة يعني تشيد بفكرة الوحدة بين سوريا ومصر، وتقول أن هذه الوحدة أضاءت درب الإنسان العربي وأزالت القيود والحدود المزعومة، وأن غدا الأمة العربية سيأتي ضاحكا سنيا، وكيف فرحت الأرض والسماء لهذه الوحدة، وهذه الوحدة يجب أن نساندها وأن نقف إلى جانبها، لأنها هي سبيل استعادة أمجاد الأمة العربية والعودة بها إلى دورها الريادي وموقعها بين الدول الحضارية. هذا النص أيضا ورد في نهاية الكتاب، لكنه يتماشى مع قصيدة الزهاوي كونه فكر قومي،
لكن تمام. هي القصيدة الواحدة موزعة إلى قصائد تناولت الفكر القومي وقصائد تناولت الفكر الوطني، وهناك قصائد أخذت أيضا بين الوطني والقومي، إضافة إلى أدب القضية الفلسطينية. تماما، يعني يأتي دائما أبدا النص الإثرائي رديفا لوحدات الكتاب. نعم، لما ورد في هذه الوحدات. تمام، جميل هذا الربط، يعني من الجميل أن يدرس مباشرة، يعني جميل أن يكون يعني الوقت المناسب للزميل مدرس أن يردف الوحدة بالنص الإثرائي التابع لها. نعم. لكي تكون هناك يعني تداخل، ينظر طالب إلى التداخل بين الفكر، قد يحلو له أن يوظف شاهدا من هذا النص دون نعم. آخر، أو يعيش جو الوحدة عموما قبل الانتقال إلى وحدة أخرى، لأن العودة إلى الإثرائي يعني هي فيها أيضا تغذية راجعة وعودة جميلة إلى الوحدة ومراجعة، ولكن أيضا أن يتم تناول النص الإثرائي أو التنويه إليه، هذا أمر أيضا يعني جميل. عموما لهذا وقت ولهذا وقت، وللزميل مدرس الخيار بين يعني الطريقتين، وكيف يمكن أن يجد ما يناسب من أجل أن يصل المحتوى واضحا وكما هو كما مرجو هو مرجو منه للأبناء الطلاب. بالوقوف أيضا يعني أيضا إضاءة سريعة، يعني كما أضاءت الآن سليم إضاءة سريعة على المستوى الفكري في نص الزهاوي، ننتقل إلى المستوى الفني مع الآنسة فادية. بالنسبة للمستوى الفني في قصيدة الزهاوي، شأنه شأن أي مستوى فني في قصائد أخرى، يتحدث عن مجموعة من الوسائل التي توسل بها الشاعر لإبراز معانيه. هذه الوسائل لابد أن نعرف بأنها تختلف من قصيدة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال نجد أن الشاعر جميل صدق الزهاوي، سأعتذر للمقاطعة يعني كي لا يذهب كما ذهب اتصال أول، معنا اتصال أيضا. ألو، الصوت ضعيف قليلا. مرحبا، أهلا وسهلا. هبة أو هدى؟ هبة. أهلا يا هبة. بدي أشكركم كثير على هذول الندوات، وشكرا للمدرسين. أهلا وسهلا بك هبة، شكرا لك ولشاركتك. تفضلي، ما السؤال؟ بما أن درس القراءة والمطالعة ليس فيه أسئلة محددة، نعم، هل مطلوب من الطالب حفظ كل الدرس؟ حفظ كل الدرس. طيب، هل من سؤال آخر يا هبة؟ لا. طيب، ما رأيك أنت، يعني هل هناك مشكلة، يعني هل نحفظ من الدرس ما يساوي الأسئلة الموجودة فقط أو نحفظ كل الدرس؟ طيب، ستأتيك الإجابة، ابقي معنا، تأتيك الإجابة على قليل. شكرا لاتصالك. نعم، فعلى سبيل المثال نجد أن الشاعر جميل صدق الزهاوي قد اعتمد في نصه على المذهب الاتباعي الذي يعتمد في جوهره على مبدأ المحاكاة للقدماء في المعاني، إضافة إلى جزالة الألفاظ ومتانة التراكيب. هنا نستطيع أن ننوه أبناءنا الطلاب إلى ضرورة حفظ سمات المذهب الاتباعي غير الواردة في النص أو في الأسئلة إلى المقررة، كأن يعطي مثالا الوضوح أو النبرة الخطابية أو التقريرية أو ما شابه ذلك. إضافة إلى ذلك نجد أن الشاعر قد اعتمد على أسلوبين، الأسلوب الإنشائي والأسلوب الخبري. في بداية النص نلاحظ اعتماده على الأسلوب الإنشائي من خلال أسلوب الاستفهام أو من خلال أسلوب الأمر، ليحرض الشعب على ضرورة مواجهة المستبد ولمقاومته ولإنقاذ بلاده، بينما انتقل في المقطعين الثاني والثالث إلى الأسلوب الخبري عندما بدأ يفضح ممارسات المستبدين وجرائمهم اللا إنسانية بحق الشعوب. أيضا اعتمد جميل صدقي الزهاوي على أسلوب القصر في النص من أجل أن يكون المعنى الوارد أقوى، بما أن أسلوب القصر يقصد به تخصيص شيء بشيء آخر ووصله به. في الكتاب المقرر ورد لدينا من أساليب القصر النفي والاستثناء من خلال نص الزهاوي، لدينا أيضا من طرق القصر استخدام إنما أو تقديم ما حقه التأخير أو استخدام بعض الأدوات بل لكن لا وغيرها.
بالنسبة للسؤال المطروح، استخرج أسلوب قصر من النص وحدد المقصور والمقصور إليه. هنا نشير إلى أن الطريقة الأولى التي تعتمد على النفي مع الاستثناء يكون فيها المقصور عليه بعد إلا، بينما في طريقة استخدام إنما يكون المقصور عليه هو المتأخر. فعلى سبيل المثال عندما قال ما هي إلا دولة همجية، قصر الشاعر جميل الزهاوي الدولة العثمانية على أنها همجية أو على أنها دولة همجية، فالمقصور هنا هي التي تعود إلى الدولة العثمانية، بينما المقصور عليه دولة همجية. يعني في درس القواعد المرافق أو يعني سؤال ليس درسا، هناك درس يعني سؤال لمبحث الاستثناء، هذا يحيل الطالب إلى إعادة الدرس في آخر الكتاب. هناك مجموعة من القواعد صحيح ليتعرف أنواع الاستثناء، التام المثبت، التام المنفي، الناقص المنفي، وكيف تتحول يعني يتحول الاسم بعد إلا من حالة إلى أخرى ثم بغير وسوى وغيرها. وللتذكير نقول إن هذا يعني من باب المهارة، فلا يقتصر يعني ليس هناك ارتباط وثيق أو وحيد بين درس الاستثناء ونص الزهاوي، وإنما ندرس الاستثناء ليطبق على سائر أبيات النص. إن لم يكن هناك بيت في النصوص في الأبيات المدروسة في الكتاب لعله يوجد في بيت خارجي، وهذا شأن كل الدروس. يعني نحن أتينا الآن إلى درس الاستثناء على سبيل المثال للحصر، هذا ينطبق على الدروس القادمة أو الأسئلة التي ترتبط بمباحث نحوية متنوعة في ثنايا الكتاب. لديك تعقيب أو ما رأيك أولا بالطرح الذي طرحته هبة؟ هل نحذف الجزء الذي ليس غير مغطى بأسئلة في كتاب؟ حقيقة هو القراءة التمهيدية ليس لديها أسئلة بالمطلق. طبعا. المطالعة القراءة التمهيدية وضع لها بعض الأسئلة، المطالعة لم يضع لها أسئلة. الهدف من هذا هو أن يقرأ الطالب هذا النص وهو عبارة عن مقالة، قراءة واعية وقراءة يعني فيها تحميص وتدقيق، ويستكشف المعاني والفكر التي وردت في هذا الدرس، ثم يأتي السؤال حول هذا الفهم. ومعروف أن سؤال القراءة لا تشترط فيه الحرفية، وإنما يكون الجواب من خلال الفهم ومن خلال إعادة صياغة الطالب لما فهمه. والفكر واضحة في دروس المطالعة، يعني ليست خفية حتى يتعثر الطالب في التعرف عليها أو في فهمها، وإنما هي واضحة وجلية ويمكن استنباطها بسهولة. وهنا دور المدرس في الصف، على المدرس في القاعة الصفية أن يقوم مع طلابه بتفريع هذه المقالة إلى فكرها الرئيسة والفرعية وأهم المعاني التي تناولتها. شكرا للتوضيح، سيكون لنا تعقيب على ذلك، لكن بعد أن نأخذ اتصال معنا آلاء من دير الزور. ألو. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. أنا بدي أسأل عن كيف بدي أحفظ القصيدة، وكم بيت لازم أحفظ مشان أعرف أكتب موضوع. تمام، كيف تحفظين وكم بيت تحفظين؟ طيب، هل من سؤال آخر يا آلاء؟ لا، كم بيت بس إنه يتوجب على الطالب حفظها؟ طيب. وكيف يعني إنه مشان وظفها بالموضوع، كم بيت يعني إنه لازم أحفظ القصيدة كلها ولا كم بيت؟ تمام يا آلاء، يعني ستأتي الإجابة من إحدى زميلتي الآن، لكن يعني نقول سريعا المسألة ليست مرتبطة بعدد أبيات وإنما بتمثيل الفكر. نعم. يعني الطالب الحاذق ربما يجد لنفسه اختصارات عندما يجيد توظيف البيت لأكثر من فكرة، تمام، وربما يعني من باب الاحتياط يحفظ لكل فكرة بيتا مستقلا. عموما ستأتي الإجابة بعد قليل. هل من سؤال آخر آلاء؟ لا. شكرا، شكرا لاتصالك آلاء، وابقي معنا وستأتيك الإجابة. إذن موضوع القراءة، كي نحسم هذا الأمر، إن كانت الطالبة هبة تسأل عن موضوع القراءة المطالعة وهو في الجزء الثاني من حديث زملائنا، نعم، لكن نجيبنا الآن بنصيحة ألا يحفظ الطالب يعني الأسئلة منفصلة عن جسم الدرس. لا طبعا. البعض يحول الدرس إلى أسئلة ليس هناك مشكلة، هي أسئلة تغطي، ولكن يحفظ السؤال فينساه لأنه فصله عن جسم الدرس. أما عندما أقرأ الدرس على الأقل يعني مرة أو مرتين قراءة تدبر وفهم ووعي ثم أطبق الأسئلة، سأعرف كيف أربط هذا السؤال مع جزئية الدرس، فهنا أستطيع أن آتي بالبدائل. عندما قلت آنسة ريم لا تشرط الحرفية،
يكون الطالب قادر على أن يأتي ببدائل لأنه يفهم الجو العام للنص تماما. أما عندما يفهم يحفظ السؤال كما هو على أنه سؤال منفصل عن روح الدرس، إنه سينسى إذا نسي الإجابة الحرفية التي حفظها لن يستطيع أن يأتي بالبديلة أخرى. حتى ولو تغيرت صيغة السؤال. ماذا نجيب أيضا، ماذا نضيف لآلاء فيما يتعلق بموضوع حفظ الأبيات؟ نعم، هو حفظ الأبيات حقيقة لا تشترط أن تحفظ القصيدة كاملة. هذه القصيدة أشرنا سابقا إلى أنه في أسئلة الفهم والاستيعاب سألت حول أهم الفكر والمعاني الواردة في هذه القصيدة، وعندما نجيب عن هذه الأسئلة سنكتشف أن كل معنى مرتبط ببيت، وهي أهم المعاني الموجودة في القصيدة. عندها نستطيع أن نحفظ لكل معنى واضح أو لكل معنى هادف بيت من أبيات هذه القصيدة، ليكون شاهدا أدبيا في موضوع التعبير الأدبي. يعني عندما قلنا أن الزهاوي ذكر صفات الدولة العثمانية، هو ذكر أكثر من صفة لهذه الدولة، فإن كانت فكرة التعبير تناول الأدباء صفات الدولة، يمكن أن نكتفي ببيت واحد من هذه الصفات. كذلك الممارسات، عندما ذكر الكتاب أبيات عديدة لممارسات الدولة العثمانية، يمكن للطالب أن يكتفي بممارسة من هذه الممارسات، ويكون هذا الشاهد كافل لهذه الفكرة. لا يوجد يعني عدد يعني لا يوجد عدد محدد للحفظ. تمام، يعني يمكن أن نقول مثلا التنديد بالاستبداد العثماني، نعم، فيكون هناك لهم أثر للجوري فطالت إلى سورية وبغداد دار العلم، نعم، وقد يكون هناك تخصيص عندما أقول مثلا تجهيل الشعوب، نعم، أقول بغداد دار العلم على سبيل المثال. طيب، هل من تعقيب على الحالة الفنية لنص الزهاوي؟ فقط نقف عند وظائف الصورة الفنية. طبعا في الوحدة هناك ملاحظة في الكتاب وضع وظائف الصورة كاملة، لكن عندما نقرأ القصائد نرى أن كل قصيدة تناولت وظيفة أو وظيفتين من هذه الوظائف، وهذه يعني فرصة لكي يتاح للطالب أن يتمهر في هذه الوظائف. في قصيدة حتى ما تغفل هناك وظيفة فقط الشرح والتوضيح، وطبعا نحن نذكر قبل الوظيفة بإجراء الصورة، للطالب أن يقوم بإجراء الصورة. طبعا هناك فرق بين الاستعارة وبين التشبيه، يعني كيف تحلل صورة التشبيه وكيف تحلل الاستعارة إن كانت مكنية أو تصريحية. وبعد أن يجري الطالب الصورة بتحليلها إلى أجزائها وذكر الموجود في هذه الصورة والمحذوف من هذه الصورة ثم تسمية هذه الصورة، نصل إلى وظيفة الصورة، والوظيفة طبعا هي تسمى للطالب في الاختبار. تمام، كي لا يحفظ وظيفة واحدة، نعم، من وظائف يجب أن يأتي بالوظيفة المطلوبة منه. منه. تمام. ويجب أن يكون قادر على توضيح هذه الوظيفة أيضا كما يحقق له ما يصبو إليه. فعندما نقول الشرح والتوضيح نشير إلى دائما إلى أن هذه الصورة هي مدرجة ضمن بيت، وبالتالي عندما نقول ستقدم لنا معنى أو توضح لنا معنى، يجب أن نعود إلى الفهم العام للبيت لنستخلص معنى الصورة حسب ورودها في البيت. أما الصورة لوحدها إذا عزلناها عن البيت هي لا تعطي معنى. فعلى الطالب أن يعي أنه يجب أن يقرأ البيت جيدا، أن يعرف دور هذه الصورة في إيضاح معنى البيت، ليقول لنا شرحت الصورة هذا المعنى، ويشير إلى المشبه والمشبه به. عندما شبه لدينا مثلا داء من الجهل، عندما شبه الجهل بالداء ثم يقول هذا المعنى ساهم في إقناع المتلقي بهذه الفكرة أو بهذا المعنى. طبعا لدينا بما أنه نتناول الجانب الفني هناك يعني وظائف أخرى سترد في القصائد. تمام. الأخرى يعني هذا يعني يحيلنا إلى أن نقول إن الأمر يعني ليس هناك، لا يمكن أن تكون، ليس ضرورة أن تكون كل وظائف متاحة في صورة واحدة، لا، وليس ضرورة أن يكون يعني أكثر من، يعني كما أنه ليس هناك كل وظائف في صورة، أيضا هناك مناسبة أكثر من صورة. يعني عدم استعمال الصورة لأكثر مرة لا يعني إلغاؤها. لذلك على الأبناء الطلاب الاهتمام بجميع الصور الواردة في الكتاب. إن جاء مصادفة يعني صورة أو أكثر على دورات متعاقبة هذا لا يلغي غيرها على الإطلاق. تماما. الأمر الآخر يعني دائما نؤكد على الأبناء الطلاب الابتعاد عن الحفظ. يعني أثارني لفت نظري ما ذكرتيه بالصورة، أنه الصورة يعني وجود الصورة داخل النص أو خارج النص،
ايضا ربما يتم اجتزاء الصورة لتسميتها تماما، فتتحول من مسمى الى اخر. يعني حفظها الطالب هكذا، ربما واضع السؤال اجتزا الصورة بطريقة ما غيرت من هذا التشبيه من مجمل الى بليغ، او من مؤكد ربما الى تام. وردت في دورة تماما. سريعا آني سريم، يعني نضيء سريعا على نص ابو ريشة فكريا كان يعود الى الآنسة فاديا. في قصيدة الشاعر عمر أبو ريشة هي بعنوان عرس المجد. طبعا هذه القصيدة تحمل فكرة هي التغني بجلاء المحتل الفرنسي عن سوريا الحبيبة وتمجيد تضحيات أبناء سوريا المبذولة في سبيل تحقيق هذا النصر. أيضا هذا النص مقسم إلى ثلاث فكر رئيسة. في المقطع الأول يشير إلى عظمة هذا النصر وفرح أبناء الشعب به وهزيمة العدو وكيف أخرج من سوريا ذليلا ومهزوما ومتعبا. وفي المقطع الثاني يتحدث عن بطولات الإنسان العربي وانتصاراته وصفات هذا الإنسان عبر التاريخ. وفي المقطع الثالث يعود ليمجد تضحيات أبناء سوريا والدماء النقية التي بذلت في سبيل النصر. أيضا كيف استجمعوا من ضعف السلاح ومن عدم امتلاكهم الأسلحة وتفوق الأسلحة عند المحتل الفرنسي ليواجهوه بقوة وبعنفوان، ويؤكد على أن هذه الأرض هي لأبنائها ولن تستعيد حضارتها وازدهائها إلا بسواعد أبنائها الذين يسارعون للدفاع عنها. زحفت تذود عن الديار وما لها من قوة فعجبت كيف ولقد شهدت جموعها والثابة لو كان يدفع بصدوري. هذا يتقاطع مع نص وبدر الدين الحامد عندما يقول هذا الديار قبور الفاتحين فلا يغررك ما فتكوا فيها وما ضاموا. كل شعراء كانوا عرب أم سوريين يؤكدون على أن الأرض لأصحابها وأن مرت عليها فترات يسودها الظلم أو العدوان أو الاستعمار لابد أن نستعيد الحقوق، وهو ما يؤكد عليه عمر أبو ريشة عندما يقول لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. تمام، وهذا أمرنا وتفاؤلنا أن تستمر روح تشرين وروح الانتصارات العربية جميعها لتحرير كامل التراب العربي، وهي رسالة أيضا للمعتدين لم يعمر على هذه الأرض غاز في يوم من الأيام. نعم أنسة فاديا، تابع في المستوى الفني. كما نوهت الزميلة ريم مشكورة إلى أن قصيدة عرس المجد للشاعر عمر أبي ريشة هي قصيدة يتغنى فيها الشاعر بانتصار الشعب السوري في نيل الاستقلال والحرية. يبدأ الشاعر أبياته بمخاطبة الحرية متغنيا بفرحة الاستقلال طالبا منها أن تتباهى في زي العز والفخار تباهيا لأنها استطاعت أن تتحقق على ثرى أرضنا. إضافة إلى ذلك يشير إلى التضحيات التي قدمها الشعب لنيل الاستقلال والتي تجلت في دماء حرة أبية لم يسترخصها الشعب يوما ولم يحسب لها حسابا لأنها في سبيل الأرض والكرامة. يعني لم يستغليها في الحقيقة أيضا، لم يرى أنها غالية أمام ما يمكن أن يحقق من حرية وكرامة. وكيف ستغلى ما دامت الحرية هي المغزى وهي المأرب. أما بالنسبة للفكرة الفرعية الأخرى في المقطع الثاني الأول فقد انطوت على التعبير عن خيبة أمل المستعمر في تحقيق أهدافه على ثرى أرضنا، سقط مهزوما مدحورا دون أن يحقق أهدافه كحيوان مفترس لم يستطع أن ينال ما يريد. أكد الشاعر عمر أبي ريشة إلى أن الحق باق لا يزول ولا يفنى مهما كانت غضرسة العدو قوية وقبضته عنيفة. وهنا إشارة واضحة إلى أن المستعمر الغربي عندما وطئت أقدامه على ثرى أرضنا لم يقصر في تعذيب الشعب ونشر سياسة الظلم والعسف والجور في كل مكان. أما بالنسبة للمقطع الثاني فقد بين لنا الشاعر من خلاله أثر الفتوحات العربية على الدنيا والبطولات التي قدمها الشعب السوري لنيل الاستقلال، إضافة إلى أنه أعطى صفات
صفات الإنسان العربي. فقد تغنت الدنيا بهذه الحرية وهذا الاستقلال، فرحت وانتشت وأنشدت أناشيد العزة والفخار أيضا، إضافة إلى أن الإنسان العربي قد عاد إليه كيانه بعد أن أحس بأن ظلم المستعمر لم يعد يحتمل، فأعد نفسه إلى فضاء من الحرية والاستقلال. في المقطع الأخير نرى أن الشاعر يصور لنا دور الأبطال في حماية الأرض وحفظ كرامتها من خلال بيان مجموعة من الإمكانات التي ساعدت الشعب السوري على نيل الاستقلال، والتي تتجلى في التضحيات الغزيرة التي نوهنا إليها في المقطع الأول، التضحيات الغزيرة التي قدمها الشعب، إضافة إلى أن وحدة الشعب كانت قوة جبارة تقف في وجه أكبر قوى الاستعمار. أما بالنسبة للبيت الأخير فقد أشار فيه الشاعر إلى حب الأرض وسعي الشعب لإعمارها، عندما نطق بصوت مرتفع عال يؤكد حبه للأرض قائلا: هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة ندوبي. وهي رد على ادعاءات المستعمر الفرنسي عندما جاء إلى سوريا تحت حجج أكاذيب والحماية والوصاية والانتداب، فردا على ادعائه الحماية حماة نحن، ورد على انتداب نحن الندب، هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة ندبي. في الحقيقة يعني هذا هو ميدان الأدب الوطني والقومي، هذه الأغراض التي لم تكن مألوفة قبل يعني هذا القرن من الزمن الذي ابتلي فيه الوطن العربي بأشكال الاستعمار المختلفة والاحتلال المختلف، بدءا من الاحتلال العثماني الذي دام أكثر يعني حوالي 4 قرون من الزمن، وانتهى بإعدام الشهداء عندما عرضت الآن السريم الصور عندما كان يهب الشعب العربي برمته والسوري خاصة لنيل الاستقلال والتجمهر في الساحات، في ساحات الوطن. رأينا ساحة الشهداء، ساحة المرجع، تخليدا لذكرى إعدام الشهداء في كل من سوريا ولبنان، ومنذ ذلك الوقت أصبحت يعني هذه الساحة ونظيرتها أيضا في لبنان تحملها هذا الاسم، ساحة الشهداء. هؤلاء المتنورين الذين كانت دماؤهم في الحقيقة يعني طريقا لحرية أبناء الشعب العربي عموما، فلم تستمر بعد ذلك كثيرا الدولة العثمانية، يعني فترة قصيرة من الزمن وانجلت هذه الغمة، وعرف يعني انتصار الأدباء العرب لدماء إخوتهم العرب حتى في المهاجر، عندما قال رشيد سليم الخوري: أكرم بحبل غدا للعرب رابطة وعقدة وحدت للعرب معتقدة، قد علقتكم يد الجاني ملطخة فقدست بكم الأعواد والمسدة. هؤلاء المتنورين المفكرين الذين قاموا بإعدامهم ثم نال شعبنا حريته ليبتلى باحتلال جديد. يقول أبو ريشة يعني فيما معناه: سكرت أشجارنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلبي، وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنبي. كانت اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت البلاد العربية إلى مناطق نفوذ، وجاء المحتل بحجج وأكاذيب، وأبناء الشعب السوري لم تنطلي عليهم هذه الأكاذيب والحيل والادعاءات، فخرج يوسف العظمى إلى ميسلون إلى معركة غير متكافئة فقط كي لا يكتب التاريخ أن سوريا فتحت أبوابها للمحتل دون قتال، رغم من تفاوت القوى. تمام. جناحيها غبار الطعابي. إذن لا بد أن يدرس الأدب في ظل هذه المرحلة التاريخية العصيبة بكل ما تحمل من يعني أفراح وآلام، من آلام من نكسات وانتصارات. نعود آني سريم فيما تبقى من الوقت وهو ليس كثير إلى وظائف الصورة، كي نكون تممنا نصف الوحدة لنترك النصف الثاني لزملائنا دون أن ندخل في نص يعني انتصار تشرين، وإن ورد ذكره في أكثر من موضع. نعم. هو حقيقة في قصيدة عرس المجد هناك أكثر من سؤال في المستوى الفني، من بينها سؤال الصورة، لكن نشير إلى أن هناك سؤال عن الأنماط الكتابية، ويجب أن ننبه الطالب إلى أن القصيدة أو أي مقالة تكتب هي تكون خاضعة لأكثر من نمط كتابي. يعني بعض القصائد تسأل عن النمط السردي، وبعضها يسأل عن النمط الوصفي، وطبعا هناك أنماط أخرى كالنمط التفسيري والإعازي والبرهاني وغيرها، ولا بد أن نشير إلى أن هذه الأنماط متداخلة ويصعب الفصل بينها، ولهذا اختار واضعو الكتاب أن يسأل في كل
النص عن هذا النمط أو ذاك النمط. ففي هنا سألوا عن النمط السردي، والسرد هو الإخبار، ونحن قلنا أن الشاعر يخبر عن انتصار الجلاء ويخبر عن تضحيات أبناء الوطن، وهناك مؤشرات عديدة تحيل إلى هذا النمط، منها استخدام الفعل الماضي، ومنها غلبة الأسلوب الخبري إثباتا ونفيا. كما ورد سؤال في المستوى الفني عن استعمال الشاعر للصفات المشبهة لتقديم صفات الإنسان العربي، وأيضا الصفات المشبهة لتقديم صفات المستعمر الفرنسي. فقط نذكر الطالب بأن هنا يجب أن يستعيد الصفات المشبهة، وهي لها أوزان عديدة، ولكن وظيفة الصفة المشبهة هي نتحدث عن صفات بلاغية تماما، نعم، ثبات الصفة واستقرارها في الموصوف. نعم، وفي الموصوف، وهذه الصفة هي لا ترتبط لا بزمان ولا بمكان. وعندما قدم صفات الإنسان العربي بأنه أبي وبأنه حر وبأنه أيضا هو يسارع لنجدة وطنه، هذه الصفات أشرت دكتور إليها أن هي ليست صفات جديدة في هذا العصر، وإنما هي صفات الإنسان العربي منذ القدم وحتى الآن، ونأمل أن تكون صفات الأجيال القادمة أيضا في المستقبل. ويشير أيضا في الصفة المشبهة عندما قال كليل ولين للمستعمر بكيف خرج من سوريا ذليل ومتعب ومهزوم. وهنا يطرح سؤال حول وظيفة الصورة إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء. عندما نتحدث عن هذه الوظيفة يجب أن يفهم الطالب أن هذه الوظيفة مرتبطة بعنصر التشخيص، وهو تشخيص الطبيعة. يعني يجب أن يكون هناك استخدام لعنصر من عناصر الطبيعة ليكون لدينا هذه الوظيفة. ومعنى إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة هو نقل مشاعر الشاعر وأحاسيسه إلى الطبيعة. يعني ما يشعر به عمر أبو ريشة في هذه القصيدة ينتقل منه إلى الطبيعة. على سبيل المثال ورد السؤال حول هذه تربتنا لن تزدهي. هنا شخص التربة بإنسان يزدهي، والشاعر في هذا البيت هو يعتز بدور الشباب العربي أو الشباب السوري في تحقيق الجلاء، فنقول هو أطفى نفسيته على هذه التربة التي بدت معتزة اعتزازه بهذا الجلاء وبهذا النصر الذي تحققه. أيضا من بعض أسئلة المستوى الفني التي ترد كثيرا هي المحسنات البديعية، أحيانا محسنات لفظية وأحيانا محسنات معنوية، ويجب على الطالب أن يفرق بين هذين النوعين لأن لكل منهما دور فني يختلف عن الآخر. في هذه القصيدة سئل عن الطباق ووظيفته أو دوره أو القيمة الفنية له، وكلها تحت غرض واحد. للطباق عدة وظائف، منها توضيح المعنى وتأكيده، ومنها إبراز الفرق بين معنيين متناقضين، وأيضا أو إعمال العقل في المتناقضات. طبعا يستطيع الطالب أن يختار أي طباق ورد في الأبيات ويقدم هذه الوظيفة له. أيضا المشاعر العاطفية نشير إلى على الطالب أن يحدد الشعور بدقة، وأن يعرف أن الشعور للشاعر وليس لمن يقرأ القصيدة. نحن نستخرج شعور الشاعر حيال ما تحدث عنه ونمثل له بأمثلة، وقبل أن نأتي بالأمثلة لابد أن نسمي الأدوات، وهناك أدوات للتعبير عن الشعور وهي اللفظ أو التركيب أو الصورة، والطالب يختار هذه الأداة التي يحسن هو التمثيل لها، ثم يقدم مثال لهذه المشاعر أو لشعور محدد. يعني الطالب يركز في المعنى، يعني الألفاظ قد لا تقود دائما إلى الشعور الحقيقي. صحيح. يعني غضبت لأمتي منها معد، الشعور ليس غضب، هو افتخار. أو إذا كنت أنا أستنكر على شخص أنه لا يعرف الحب، لن يكون هناك شعور حب لوجود لفظة الحب تماماً. مثلا هو المعنى الذي يقود إلى الشعور تماماً. لابد أن يتمثل المعنى جيدا ليستطيع أن يسمي الشعور الوارد في هذا البيت. تماما. أيضا آنسة فادية، بالنسبة للمستوى الفني لابد من لفت النظر أيضا أو الانتباه الطالب إلى ضرورة معرفة مصادر الموسيقى بنوعيها، سواء مصادر الموسيقى الداخلية أو الخارجية. أما بالنسبة لمصادر الموسيقى الداخلية الواردة في السؤال فهي تتجلى في تكرار المفردات، ونضيف عليها أيضا تكرار الحروف أو تكرار العبارات، إضافة
إضافة إلى استخدام الحروف الهامسة، ويمكن للطالب أن يقول أيضا استعمال الحروف الهامسة المجموعة في تركيب سكت فحسه شخص، إضافة إلى المحسنات اللفظية من خلال استخدامه للجناس أو للتصريح. أما بالنسبة لمصادر الموسيقى الخارجية فهي تتجلى في وحدة الوزن أو القافية أو البيت الشعري. يعني هناك أسئلة عامة لا تتعلق في الوحدة تردون على الصفحات، كيف يتمهر الطالب في الإعراب؟ نعم. نحن لم نشرح الإعراب في حديثنا الآن لأن الإعراب يرتبط بقواعد عديدة. نعم. كل كلمة إعرابية تنتمي إلى قاعدة، والإعراب هو التطبيق لهذه القواعد المدروسة. صحيح. ما النصائح التي يمكن أن تقدم للطالب مع ذكر أمثلة أن أردنا من الوحدة في تقويته بالإعراب؟ في الحقيقة الإعراب مرتبط أيضا بالفهم، يعني كل المهارات في اللغة العربية هي مرتبطة بفهم المعاني بشكل دقيق وواضح. لابد أن يفهم المعنى، لابد أن ينتبه إلى ورود هذه الكلمة في سياقها، إلى الحركة الإعرابية لهذه الكلمة، إلى ارتباطها المعنوي، هذه الكلمة تعود في المعنى على أي كلمة وردت قبلها. يعني لا يجوز أن تعرب الكلمة بمعزل عن سياقها النحوي أو اللغوي التي وردت فيه في البيت. فعلى سبيل المثال إذا كنا نريد أن نشير إلى أي مثال ورد في الكتاب، عندما نقول يا عروس المجد تيه، فهنا نشير إلى أن الكتاب أو أن البيت بدأ بأداة النداء يا، وجاء بعدها المنادى، وهذا المنادى هو من نوع المنادى المضاف لأنه ورد بعده مضاف إليه، فيساعد التحديد أن لدينا أسلوب نداء، فإذا نحيل الطالب إلى هنا أعراب النداء. أيضا لدينا تركيب إضافي من عروس والمجد، فهنا نصل إلى أعراب هذا المنادى ونوعه في الأعراب. ويتمثل أسلوب النداء بأن لأسلوب النداء جملة جواب النداء، والتي هي جملة تفسيرية ويمكن للطالب أن يعرفها جملة استئنافية، وهذا هو حال أعراب جملة تيه، هي جملة استئنافية لأنها وقعت جوابا للنداء. يعني أنا عندما أقول للطالب مثلا إعراب كلمة تيه، الفرق بين أن يتناول الطالب الكلمة يقول تيه فعل أمر مبني على كذا ولا يعرف ماذا يقول. نعم. حتى الكثير من الطلاب ربما يكرر، كنا نكتشف ذلك من خلال يعني عندما كنا في الصف، أن الطالب يقول مثلا في المثنى والنون عوض عن التنوين أو من التنوين في الاسم المفرد. صحيح. نقول للطالب ما معنى هذا الكلام، فلا يعرف، هو حفظها يعني. كذلك صحيح. إذن الاسم المفرد عندما كان هذا المثنى مفردا كان منونا تنوين رفع أو ضم أو نصب في الحالات التي يمكن فيها التنوين. نعلم أن التعريف بأل أو الإضافة تلغي التنوين. تماما. فهنا أيضا يعني للطالب يعود لقاعدة فعل الأمر، يعني ما إعراب تيه مثلا، وجد أن الإعراب استعان بالمدرس لا بأس أن يستعين، لكن يجب أن يحال إلى القاعدة الأصلية إن كان لديه ضعف في ذلك لمعرفة جميع الحالات، وبالتالي يمكن أن يعرب أن يقوم بإعراب الكلمة وربما كلمات شبيهة في موضع آخر. صحيح. أيضا عندما نفهم درس النداء يمكن أن نحول لمنادى، وكثير من الأسئلة الواردة في الدورات السابقة كانت هي التحويل، يصبح المنادى مثلا المضاف منادا شبيها بالمضاف عندما نقول كذا، أو حول إن كان السؤال اختيار متعدد أو ربما تماما. فإذا هذا يشير إلى يعني ضرورة فهم المادة العلمية، وهذا الفهم يوفر على الطالب الكثير من الوقت والجهد. المادة مادة اللغة العربية مادة مهارية، وهامش الحفظ فيها هامش بسيط جدا، كل مهاراتها تحيل إلى الفهم، وهذا يحسب في الحقيقة للمناهج الحديثة ومن بعدها المطورة أنها أصبحت تهتم بالمهارة. طبعا. يعني أصبح يأتي طالب من خارج القطر فيتقدم الامتحانات مثلا ما يعادل أو غيرها، قد لا يحفظ يعني إلا في جزئيات بسيطة، بعض صحيح. الأبيات إن كان تاسع أساسي أو موضوع وظيفي أو غير ذلك، فهو قادر على الفهم المباشر، هناك أسئلة مباشرة على النص تعتمد على الفهم، وارتكازا إلى مهارات أخرى أيضا في الإملاء وفي البلاغة وفي غيرها. صحيح. كل ذلك يخفف على الطالب العبء ويجعل حفظه حفظا مستمرا ويحقق الفائدة كل المرجوة. هذه المهارات واردة تمام. في الصفوف السابقة. في الحقيقة الوقت يعني يداهمنا دائما، كان وقتا ماتعا معكما. شكرا. كل الشكر لكما زميلتي الآنسة ريم دلول منسقة مادة اللغة العربية في تربية طرطوس الموجهة اختصاصية أيضا، والآنسة فادية الشيخ مدرسة في تربية طرطوس أيضا، وكل الشكر لكوادر التربوية السورية، ولكم من التحية دائما أنا مصطفى الحسون، ودعكم على أمل لقاء بكم من جديد، دمتم بخير.